اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت، البرنامج اللي بيقدم جدعان السوق العقاري. الدول كلها بتتنافس على انشاء المدن الجديده، كل دوله عندها حلم ان يبقى عندها احدث المدن الجديده، ومصر متقدمه جدا في الموضوع ده. مصر انشات لحد دلوقتي ما يزيد عن 60 مدينه جديده، من اول مدن الجيل الاول ثم الثاني والثالث والرابع كمان، ومدن الجيل الرابع اللي بيتوجهم مدينه العاصمه الاداريه الجديده او مدينه العالمين الجديده، وعندنا مدينه المنصوره الجديده ومدن اخرى كثيرة جدا من مدن الجيل الرابع. لكن المفاجأة ان مصر بتعلن عن انشاء اول مدينة جديدة من مدن الجيل الخامس، والمفاجأة الاكبر ان هي اول مدينة مبنية على جزيرة صناعية في قلب البحر، في البحر المتوسط شرق مدينة الاسكندرية، وهي مدينة ابو قير الجديدة. بس تعالوا اقول لكم يعني ايه مدن الجيل الخامس. زي ما حضراتكم عارفين ان الانترنت هو خلاص بقى الاعتماد الاساسي زيه زي الاكل والشرب. مدن الجيل الخامس هي بتبقى 10 أضعاف سرعة الإنترنت عن مدن الجيل الرابع، وسرعة التحميل بتصل ل 360 ميجا بايت في الثانية. ومدن الجيل الخامس بتعتمد على الحوكمة العمرانية والتطوير الحضاري، وبتعتمد على وسائل ذكية وتصميم معماري مستدام للمباني، وبيتم استخدام مواد من التربة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف في بنائها. ومن ضمن المدن دي مدينة أبو قير الجديدة في اسكندرية. وتعالوا أديكم فكرة أكبر عن مدينة أبو قير الجديدة. تعتبر مدينة أبو قير الجديدة هي في شرق مدينة اسكندرية، مدينة اسكندرية اللي كانت بتواجه تحدي في التوسع العمراني، نظرا ان عندها في الجنوب بحيرة كينج ماريوت اللي هي بتدي حاجز مائي للتوسع العمراني، اتوسعت على الاستحياء غربا اللي هي منطقة كينج ماريوت او منطقة برج العرب. لكن مدينة اسكندرية كانت بتواجه تحدي كبير في التوسع العمراني. مدينة ابو قير الجديدة هي احد الحلول للتمدد العمراني والامتداد العمراني والتكدس اللي كان موجود في مدينة اسكندرية، فهي بتدي امتداد شرقي لمدينة اسكندرية بواجهة شاطئية تتعدى 9 كيلومتر، ده اكتر من نص الواجهة بتاعت اسكندرية على البحر المتوسط. البداية كانت في سنة 2021 وابتدت بردم البحر، كانت على مساحة 1400 فدان. المرحلة الثانية ردم المناطق اللي تم حفرها ووضع البنية الأساسية للميناء البحري للمدينة. المرحلة الثالثة تجهيز حائط صد الأمواج بطول 9 كيلومتر، وده اللي احنا اشرنا ان ده تقريبا اكتر من نص واجهة مدينة الاسكندرية على البحر المتوسط، يعني كورنيش اسكندرية متوقع انه يزيد 9 كيلومتر. وبعد كده عندنا عدة مراحل لاستكمال بناء الميناء. الميناء دي اللي هتبقى اكبر ميناء في الشرق الاوسط، ولاحقا هيتم بناء ابراج سكنيه ومدن سكنيه ومولات تجاريه ومناطق استثماريه موجوده في قلب المدينه. هتبقى مدينه متكامله من جميع انواع الخدمات، من مستشفيات، انديه، مرافق، منطقه خدمات، مناطق ترفيهيه، جميع انواع الخدمات اللي بتحتاجها المدن. وفي حاجه تانية عايز اضيفها بالنسبه لمدن الجيل الخامس. مدن الجيل الخامس بتعتمد على انترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، وده ثوره في عالم المدن الجديده، لان هو بيبقى اضافه كبيره جدا من حيث الامن والخدمات في المدن، لأن الآلات أو المعدات هي اللي بتكلم بعض أو هي اللي بتدي الأوردرز لبعض. الأول كان العامل البشري هو اللي بيشوف الخطأ أو بيشوف الخلل وهو اللي بيبلغ، دلوقتي Internet of Things الأجهزة هي اللي بتبلغ بعضها بدون تدخل عامل بشري. وده كان باختصار مقدمة عن مدينة أبو قير الجديدة، واللي بنوعدكم إن احنا هنزورها وهنعمل حلقات عنها. تعالوا نكمل حلقتنا النهاردة ونشوف فقراتنا في برنامجكم الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم نوب، قصته ايه؟ كان بقالي 13 سنه و14 سنه موجوده جوه القريه النوبيه بصراحه، فده كان مسهل عليا قوي ان انا عايزه اشوف ايه السيناريوهات اللي انا تعرضت لها مع الكلاينت من مشاكل انا عايزه اعمل بيها نوب. انا شايف ان انت ما تقليش عن اي مكان في ايطاليا او اسبانيا على فكره. كنت عايزه ادخل بلفت نظر، الالوان طغت على القريه النوبيه. انا اقترحت مقترح، انت قلت لي احنا محتاجين مدير فني للقطاع السياحي في مصر، ليه ما جابش خبير اجنبي مثلا يدير لي المنظومه دي فينقلني من 15 مليون ل 30 و 40 و 50. حطينا في اختبار بالغ الصعوبه. الفرع ده في الفيوم كان عبارة عن فيلا ورثة محمد علي، وكمان خضع لمراحل تطوير عديدة جدا. بدأنا نعمل ثورة كبيرة جدا، وكان في فكر مسيطر علينا ان المكان ده اساسا هو فيلا، فلازم احافظ وادي امبريشن للعميل ان هو داخل بيته، بيت اهل مصر.